تجديد الثقة يعني عين العقل كما يقال، لأن الوقت كيزحمنا شوية، نحن مقبلين على استحقاقات كثيرة، نستخلص الدروس اللازمة، نستفيد من الأخطاء وما أكثرها في تدبير والد والطاقم ديالو للرحلة ديال الكوت ديفوار. كنا نراهن كثير أن يكون اللقب يعني حليفنا، علما أن المدارس الكبرى غادرت تباعا، فكانت الفرصة مواتية، كانت طريق معبدة، ولكن أخطاء التدبير والتقدير بخصوص في المباراة ديال جنوب إفريقيا هي التي عجلت بالعودة، واللي يبقى الحلم محقق. كما قلت إبقاء في مكانه معقول، لأن بقت سنة عندنا رهانات كثيرة، ولكن خاص وليد شوية يراجع الملفات ديالو، الأوراق ديالو، لا على مستوى قراءة المباريات وقراءة المنافسين، ولا على تعامل مع اللاعبين، بركة شوية من العاطفة نقولها بكل صراحة، لأن كانوا لعابة ما كانش مكانهم تما داخل المنتخب، ما كانش يلعبوا المباراة ديال جنوب إفريقيا، كانت أخطاء تحملنا الوزر ديالها. نتمنوا أن يكون درس مفيد للجميع، المكونات الجامعة وفي مقدمة وليد الركراكي. على مستوى الاختيارات يعني قبل الكان، نشوفوا أن الوليد الركراكي أخطأ في الاختيارات قبل الكان، خصوصا إصابة ديال المزراوي بوفال يعني وأيضا حكيم زياش. متفق معك في الشق ديال المزراوي، أما الاختيارات هو المسؤول الأول والأخير عليها، لأن وعادة أنك يقول لك أنا المسؤول هو اللي كيكون قريب من اللعابة، احنا نراقب فقط، يمكن أحيانا ننتقد، هذا هو دورنا، ولكن تخيل أن وليد نجح المهمة دياله، كل شيء يعني غيصفق ليه ويقول بعين العقل اختاريتي أحسن لاعبين، ولكن المزراوي كان الحالة شادة، يعني شهرين ديال الغياب باش يكون يعني رقم واحد في الخيارات ديالو، كان خطأ في التقدير. نتمنى أن هذا الموضوع هذا بالضبط يتم إعادة النظر بخصوصه. أنت تشوف معي أن هناك بعض اللاعبين قد نقولوا أن انتهت مدة الصلاحية ديالهم مع المنتخب الوطني، كاين وما كاينش، لأن يمكن لك يمكن يكون في ميفورم في هذه المرة، ولكن من بعد غادي يفاجئك، فهادو كلهم وليداتنا. يمكن أنا كنقول دائما خاص اللاعب اللي يكون جاهز في اليوم الموعود هو اللي تعطاه الأسبقية، ماشي واحد يبقى في الثلاجة في حين لاعب ما كاينش جاهز 100% فقط لأنه لاعب مع المنتخب أو أنه خد التجربة ديال المونديال تكون عنده الأسبقية، ولكن كيفما قال وليد يتحمل المسؤولية، فهو الأول المسؤول الأول والأخير عن اختيارته، وهي النتائج تحكم على واش كان نجح ولا لا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.